السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العديد من الدول حول العالم وضعت خطة الأمن الحيوي للوقاية والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور، وسنتحدث في هذا المقطع والمقاطع التالية عن مرض إنفلونزا الطيور، المسبب المرضي، لماذا الفيروس H5N1 هو الأخطر، الأعراض عند الطيور، الأعراض عند الإنسان. مرض إنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي يصيب جميع أنواع الطيور الداجنة منها والبرية، وخاصة الدجاج والبط والأوز والطيور البرمائية، ويتميز بسرعة انتشاره وارتفاع نسبة النفوخ في الحالات شديدة الحادة شديدة الضراوة، أما في الحالات الأقل حدة فتكون نسبة النفوخ منخفضة. المسبب هو فيروس ينتمي لعائلة الفيروسات المخاطية، وهناك ثلاثة أنواع لهذه العائلة. النوع A يصيب أنواع ثدييات الطيور البرية والداجنة، النوع B و C ولهما يتبع جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا عند الإنسان. وما يهمنا هنا هو النوع A، وهو فيروس متحول يغير تركيبه بين فترة وأخرى، حيث يحتوي تركيبه على الهيموجلوتينين من H1 إلى H15، النيور أمينيداز من N1 إلى N9، وبالتالي فإن كل فيروس يحتوي على نوعي المستضدات H وN معا، وعليه يمكن أن يشكل ذلك سلسلة حسابية، يمكن أن يكون مثلا H2N3 H4N6 H1N2، وبناء على ذلك ليس هناك لقاح ضد الإنفلونزا، وهذه الفيروسات معرضة بشكل كبير إلى الطفرات، لذلك حتى عندما يتم تشكيل لقاح فإنه لا يستمر لفترة طويلة، ومعظم الاعتراض ذات الضراوة الشديدة تنتمي إلى النوعين H7 و H5، وأكثرها خطورة وصعوبة هو النوعان المعروفان H7N7 H5N1. يقل نشاط الفيروس إلى درجة كبيرة في الأجواء الحارة وفي الأجواء الصحراوية ذات الحرارة العالية، حيث لا يستطيع العيش لأكثر من 3 ساعات عند درجة الحرارة 40 درجة مئوية. يتكون جسم الفيروس من أغشية دهنية قابلة للذوبان في الصابون العادي، لذلك أفضل وسيلة للوقاية من فيروس الإنفلونزا هو غسيل اليدين بالماء والصابون بعد كل اتصال مباشر مع الطيور. لماذا يعد الفيروس H5N1 هو الأخطر؟ هناك العديد من الأسباب، أهمها قدرة هذا النوع على التحول والتغير بسرعة، قدرته على اكتساب جينات جديدة جراء اختلاطه بفيروسات أخرى تصيب الإنسان أو الحيوان، قدرته على الانتقال من الطيور إلى الإنسان. عند إصابة الطيور الداجنة بهذا الفيروس فإنها لا تتمكن من القضاء عليه، حتى لو تعافت فإنها ستستمر في إخراجه لمدة لا تقل عن 10 أيام، مما يسبب انتشار للمرض بها بينها حتى لو بدت سليمة ظاهريا. قدرته على البقاء في الطيور المهاجرة دون أن يسبب لها المرض أو يحد من قدرتها على الطيران لمسافات بعيدة ولا يظهر عليها المرض أو العياء، وأخيرا إمكانية واحتمال انتقاله من إنسان إلى آخر.